بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نبغي نهني اللاعبين على الاصرار ديالهم، لان مره اخرى نسجلوا في اخر دقائق. نظن بان الشوط الاول سيطرنا على مجريات المباراه، كنا الافضل، جاونا فرص من بعض الكواري ارتقموا بالقائم، اما القائم الافقي ولا القائم العمودي، وبالتالي عطاو لنا مجموعه ديال الفرص. ما كناش عندنا جديه اكثر في الشوط الاول. الشوط الثاني بدينا مزيان، الكره ديالنا من العمري مشى باش يمرر تمريرات تضرب، مشاو لي جوج ديال اللعابه في خطا وحده تضرب، ما قدرش ينوض. دابا عنده اصابه صعيبه اللي ممكن تدي لي ثلاثه اسابيع ولا اربعه، وما فيها والو. ما فهمتش انا كيفاش لعب، شكون تضرب بوحدو بقى خارج. استغلوا شباب محمديه، سجلوا من هذاك المكان ديالو، لان اول حاجه نورمالمون كاين الكاميرات غادي يبان بان كاين اصابه ديال اللاعب، لان مشاو لي جوج ديال اللعابه في وقت واحد، وبالتالي تنظن بان تعاقبنا على هذيك الكره. هذيك اللي كنا حنا اللي غنسجلوا منها، اللي كنا حنا اللي غتعطينا ضربه جزاء، ولينا معاقبين لان اللاعب بقى خارج لانه مصاب. شباب محمدي استغلوا الفرصه ومشاو من هذاك المكان ديالو وسجلوا، بالتالي ولينا مضطرين اننا نديروا تغييرات. الحمد لله اننا استطعنا نسجلوا اليوم. كانوا مجموعه ديال اللاعبين عندهم اصابات، وبالتالي كانوش في الطوب ديال الفورمه ديالهم، عادي لان مباريات تتابع. على العموم النتيجه تنظن بان كنا نتمنوا افضل، ولكن تتسجل في الاخير تنظن بان عندها قيمه ايجابيه بالنسبه لنا، خاصه ان اللاعب اللي سجل اول مباراه نشركوه. شركنا اليوم جوج ديال اللاعبين صغار، يحيى بن خالق 2001، ثم حمزه قرقور اللي سجل الهدف، جوج ديال اللاعبين من الهوات اللي مدهم تيكونوا معنا الان، فهم خداو الفرصه ديالهم. تنهنيهم على المباراه اللي قدموا، لا يحيى كمدافع عوض مهدي الباسل، وبالتالي قام مباراه في المستوى، ولا حمزه قرقور هنيئا لهم. نتمنى ان شاء الله انهم يعطونا اضافه. دخلنا كذلك شمس الدين قنيدي لان تصاب يوسف العماري، هو كان في المستوى. الان عندنا جوج ديال المباريات مقبله، نتمنى اننا نكونوا نحققوا فيها نتائج ايجابيه. صاب لنا اليوم مهدي قرناص من الشوقي، اعلن على انه ممكن شي واصل. على العموم النتيجه ديال التعادل بالنسبه لنا نتيجه ايجابيه خارج الملعب، نبقاو في المقدمه، ونتمنى ان شاء الله الافضل في المباريات المقبله ان شاء الله. سي جمال، تفضل. جمال فيليسيتاسيون التعادل اليوم قبل المحمديه. من بدايه البطوله كثر القيل والقال على التحكيم، ماتش مورا ماتش كاينين بزاف ديال القرارات كيخدموا الحكام كيهرسوا المتعه ديال المقابله، بالاخص اليوم شفنا الحكام خدا قرارات اللي فريمون ما مفهوماش، لا 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 لشباب محمديه لا لا للفتح الرياض. الوغ لا كيستيون انتوما، واش هذا الشيء ما كيعطيكمش واحد ستريس انه كل ماتش كتبقاو تقولوا اليوم التحكيم يقدر يكون مزيان التحكيم ما يكونش مزيان؟ لا كيستيون ديالكم كيفاش كتجيغوا الامور ودابا حاليا؟ لا احنا بالنسبه لنا المباراه ديال اليوم تنظن بان ممكن الحكم انه ما ياخذش قرارات في السرعه، لان مع السرعه ديال اللاعب ممكن ما يتبينوش ليه مجموعه ديال الاخطاء، ولكن الفار كاين، لان اللقطه الاولى ديال المليوي مع بن عبيد تنظن بان فيها ورقه حمراء، وبالتالي الحكم اخطا قرار اخر. من بعد ضربه جزاء ديال بن العمري تنظن بان ضربه جزاء، اللاعب مشاو ليه جوج ديال اللعابه، واخا ما يكونش الفار، واخا ما يكونش الفار، اللعابه بجوج مشاو تلاحوا عليه، اللاعب توعد، يعني ما بقاش قادر كاع يوقف على رجليه، ما يمكنش. بالتالي تنظن بان بالنسبه لنا اليوم كانوا قرارات تحكيميه اللي غير منصفه بالنسبه لنا. ثم ملي تشوف قرارات بحال هكا فبطبيعه الحال تتنفعل، لان اليوم عندي الورقه الثالثه، الصفره الثالثه، وبالتالي المباراه المقبله ما غنحضرش نظرا لان مجموعه ديال القرارات التحكيميه
ما كانش في الصالح ديالنا. تنظن بان ممكن سي رشيد روك كيخدا ورقه حمراء نظرا فيها ديالو لان سجل الهدف، ولكن حنا حتى حنا اليوم كنا زعما تعاقبنا بمجموعه ديال القرارات التحكيميه خاصه ديال بن عبيد وديال يوسف بن العامري. سي جمال السلام عليكم، واش ما كتشوفوش على انه الوقت بين الطائع يعني كان اليوم كان منصف فيكم نتوما كفريق، لان الهدف يعني جا في واحد الوقت بين الطائع، واش هاد يعني 15 دقيقه ما ترجعناش يعني اول مقابلات ديال كاس العالم اللي كان فيهم واحد يعني واحد الوقت بين الطائع اللي كلشي ولا كيتشدد عليه. بالنسبه لنا تلعبوا الوقت اللي تحسبوا الحكم، تنظن بان انا بالنسبه لي 8 دقائق غير كافيه على حسب التوقفات اللي كانوا في الشوط الثاني. تنظن بان كانت على الاقل واحد 10 دقائق ولا 12 دقيقه، 15 دقيقه تقريبا في الفوز 15 دقائق، لان الكره ما بقاش ترجع دغيا، لان اللاعبين ديال المحمديه تيسقطوا رغم ان ما كاين والو، وبالتالي فقدوا التركيز لان كون ركزوا على اللعب ربما انهم يحسبوا ان النتيجه افضل. حنا بقينا مستمرين لان واحد الوقت حنا ولينا تنقولوا بقى الكره ما باغاش تدخل، لان الفرص اللي جاونا كثار ولكن ما سجلناش حتى الاخر فرصه. تنظن بان هذا شيء ايجابي بالنسبه لنا، لان تنبقاو لاعبين ما تنهزلوش يدينا الوقت البدل الضائع. تنظن بانه الا كان منصف لنا فهو راه كان قليل. شكرا سيد، شكرا. كما شاهدتم على المشاهدين والمتابعين عرفنا الشرق نشوف تي في الندوه الصحفيه جمال السلامي تكلم على المقابلة من البداية ديالها للنهاية ديالها، الآن في انتظار ديال دخول رشيد روك. خليكم مع المشاهدين الكرام في البث المباشر في انتظار مدرب فريق شباب محمدية. أكيد صدمة كانت كبيرة لجماهير الشباب محمدية من بعد التسجيل ديال الهدف ديال التعادل اللي كان هدف قاتل في الدقيقة ما قبل الأخيرة. ليكم معكم أنا مشاهدينا الكرام الآن دخول ديال رشيد روكي اللي غيتكلم على المقابلة. السلام عليكم. الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة، لاعبين شباب محمد دار واحد المجهود كبير كبير، لهذا قبل ما نتكلم عن المباراة كنشكرهم على المجهود اللي قدموا، القتالية اللي داروا، على المستوى اللي ظهروا به اليوم. في نفس الوقت كنشكر السيد الحكام، كنشكر السيد الحكام، أنا ما عمرني تكلمت على التحكيم ولكن كنشكرو على هادشي اللي دار اليوم. بكل صراحة ما كيشرفش الكرة المغربية وما كيشرفش التحكيم المغربي بكل صراحة. فالحمد لله نقطة هي مهمة ولكن كان بالإمكان أحسن مكان، كان عندنا ناخذ ثلاثة نقاط ديالنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. على العموم كما قلت مباراة كانت جميلة لا من طرف شباب محمدية ولا من طرف فريق الفتح الرباطي، لكن كان شباب محمدية هو الأقرب للفوز. يعني جزئيات بسيطة اللي خلاتنا يمكن واخا الحكام ظلمنا وزاد بزاف الوقت في آخر المباراة، وبإضافة الطرد ديال زيلا اللي ما كيستحقوش، لأن اللاعبين تاع الفتح الرباطي دخلوا تدخلات أقوى وما خداوش لا كرة صفراء ولا حمراء. مع كامل الأسف كملنا هذيك خمس دقائق أخيرة بنقص عددي، ما بقاش هذاك التركيز لأن الحكام دار الدور ديالو مع كامل الأسف. الحمد لله لعبنا ضد فريق متصدر، النقطة كتبقى مهمة ولكن ثلاث نقاط ضاعت علينا في آخر الثواني. سي رشيد مؤخرا كيقولوا على التحكيم التحكيم، يعني كلشي كيهضر على القضية ديال التحكيم، يعني شفنا اليوم يعني واش شي رسالة ديالك للمديرية ديال التحكيم، حيت كنشوفوا أن كيدار واحد الندوات وكيخرج نفس الاخطاء وكيخرجوا عاوتاني نفس المشاكل اللي كتسبب في ضياع النقاط، كيفاش كتشوف القضيه؟ ايوا التحكيم راه كاين اخطاء على مستوى العالم ماشي غير المغرب، وهذا الاخطاء اللي دار الحكم اليوم ما نعم
واش على جميع الحكام؟ كاين الحكام في اعلى مستوى، بكل صراحه عندنا حكام في مستوى كبير في المغرب، لكن الاخطاء وارده، ولكن باش تظلم فريق وتزيد اكثر وقت اكثر من اللازم فهذا كيتعتبر تعمد. انا كنقول نتمنى ان شاء الله التحكيم ديالنا يتحسن ونشوفهم في المونديال، نشوفهم ان شاء الله في المونديال، لانه ما بقيناش كنشوفهم. شنو السبب اللي ما شناش شباب محمد بروميير ميطون ذاك المستوى اللي كان يعني اللي شناه في الماتشات الاولين؟ بروميير ميطون يعني بحال شباب محمد ما دخلوش الماتش يعني كما تنقولوا ديريكت. ماشي ما دخلناش في الماتش، كانت التعليمات ديالنا فبان نتسناو فريق فتح الرباطي، لان كنعرفوا فتح الرباطي كيلعبوا ثلاث مدافعين وفاش كيستحوذوا على الكره كيخليو مساحات كثيره، فكنا كنحاولوا اننا نكونوا ندافعوا بواحد الشكل جيد ونمشيو في الهجمات المرتده. ما الشوط الاول ما توفقناش، ولكن بدايه الشوط الثاني في هجمه مرتده استطعنا باش نسجلوا، كنا نزيدوا الغله، لهذا ما كناش في المباراه في الشوط الاول، ولكن درنا واحد التكتيك اللي كان هو كيناسب الخطط اللاعب ديال فريق الفتح الرباط. سي رشيد، سي رشيد يعني بعد الخسارتين اليوم كنتو كتحلموا انهم يكون ثلاث نقاط، كلشي كيهضر على التحكيم على انه ما كانش في المستوى صراحة، كيفاش تهضر لنا على الغيابات اللي كاينه عند فريق ديال شباب المحمدية اللي كنشوفوا يعني اليوم الظاهر ايمن اللي كيلعب زكريا ناسيك بلاصة الظاهر ايمن، شنو ممكن تقول لنا على النقائص اللي كاينه في فريق شباب المحمدية؟ بطبيعة الحال كما قلت الأسبوع الماضي في مباراة المغرب الفاسي عندنا مراكز اللي خاصنا نتادبوا لاعبين جدد خصوصا الظاهر الأيمن، كنشوفوا لاعب درويش هو كيلعب برجل اليسرى، لاعب ناسي هو كيلعب برجل اليسرى، فهذا المركز هذا عندنا فيه مشكل كبير، ولكن ما غنحطوش التعادل اليوم أو الهزيمة تاع الأسبوع الماضي على الغيابات، لأن عندنا لاعبين الحمد لله كنثقوا في الجميع، ولكن كيبقاو بعض اللاعبين اللي هما مهمين، المليوي اللي غاب علينا جوج المباريات كما شفتوا اليوم جا سجل لأنه الهدف تاع الفريق. كان غايب اليوم الزمراوي والعسال اللي هما اساسيين، ولكن احنا الحمد لله اللي عوضوهم انس ملهمي، نحاول نشيد كنا نبغي نشيد بالمستوى اللي ظهر به انس ملهمي، بكل صراحه قدم مستوى كبير جدا وحد من الخطوره تاع الهنوري وتاع المهاجمين تاع فريق الفتح الرباطي. واحد شنو الرساله اللي تبغي توصل للجماهير ديال شباب المحمديه في الظروف اللي كيعيشها فريق شباب المحمديه؟ كنتمنى يبقاو يساندونا لاخر رمق، لان الوضعية ديالنا ما الحمد لله احنا ماشي مع الاوائل وماشي مع الفرق اللي في اسفل الترتيب، ولكن كان عندنا فريق اللي قادر ان شاء الله نحتلوا به مراكز افضل، لهذا الدعم تاع الجمهور لازم يكون، وان شاء الله كنتمنى يكون يساندونا لاخر المباراه في الدوري ان شاء الله. شكرا.